حاجاتها الروحانية والكشف عن صراعاتها مع الوجود، واتخذنا رابعا العدوية نموذج أقول للدراسة والبحث، لأنها وجدت في التصوف ما يعبر عن القيم الفكرية والروحية للمرأة، كما أن تجربتها في الكتابة ستمكننا من البحث في حفريات الرموز الصوفية، خاصة ما تعلق بتيمة العشق والفناء في الأدبيات الصوفية النسوية التي تبحث في الذات الأنثوية بالغوص في روحانيتها. ويأتي مقالنا بحث التجربة الشعرية الروحية عند رابعة العدوية لاستكناء تصوراتها الوجودية عن هذه الذات رغم كثرة الرؤى الخفية الصامتة في خطابها الشعري. يمضي الإبداع في التعبير عن اندفاع الإنسان في مغامراته الوجودية واحتياجه إلى تأمل مشاعره التي تقود إلى اكتشاف حقيقة هذا الوجود. وقد أدرك الوعي النسوي أقول أن فلسفة الحياة لا تنبثق إلا من خلال متناقضات الحب والعشق والموت استعدادا للحياة، فكل هذه التفاعلات والتقابلات تؤهل الذات الأنثوية للإنصات إلى الأصوات العميقة والأرواح المتمردة والحفر في الذاكرة أيضا والبحث في المستور. وقد وجدت الحركة النسوية التي لم تكن معروفة آنذاك في التصوف ما يشكل نقول صح القول صياغة أنثوية للوجود، وهذا عبر ثنائيات الطبيعة والروح والاعتقاد بوحدة الوجود. ولأن التصوف والفكر قد تعلق جمليا مع الإبداع والأدب، فلا غضاضة من القول أن التجربة الصوفية الروحية ظهرت بإلحاح في النصوص الصوفية، والبحث فيها سيجعلنا نقف على حفريات الرموز، خاصة ما تعلق بالحضور الأنثوي، إذ لطالما كانت المرأة حاضرة في الكتابات الصوفية سواء كتيمة كبرى أو كعاشقة روحانية تتخذ من التصوف قوة لتوهج بها طريقها الوراني وتشبع فضولها أقول الوجودي. ومن النساء المتصوفات نجد رابعة العدوية التي تعاملت مع أسئلة الوجود انطلاقا من فلسفة العشق الإلهي. كما قلنا وأسلفنا القول إن ارتبط التصوف في مفاهيمه بالجانب الديني، إذ يعد نوعا من العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الحياة وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور على لذة ومال وجاه والانفراد على الخلق في الخلوة والعبادة. لهذا كان التصوف يحمل بعدا دينيا إسلاميا يصور لهفات الروح الزاهدة للتطهر ورغبات التعالية عن الملذات، بغية البحث عن الصفاء الداخلي وتسلق مراتب الطهر والكمال. الآن سأذهب إلى الحديث عن الأنثى في المخيال أو كما صورها المتصوفة. لا يسعني إلى أن أبدأ بقول لابن عربي فيما قاله إن المرأة في الحقيقة هي جزء من الرجل وكل جزء دليل على أصله، فالمرأة دليل على الرجل. كما إذ بين ابن عربي قيمة المرأة الروحية داخل التجربة الصوفية، إذ كشفت فلسفته الصوفية إعلاء لقيمة الأنثى، وبذلك تكون المرأة هي القيمة الرئيسة في نصوص الحب الإلهي، فالمرأة هي أصل لحفظ الحياة البشرية والروحية، فالمرأة توقظ في الرجل الانجذاب إليها وتثير الرغبة والحب ليعرف في باطنه وهو يخال نفسه القوية الشديدة ويدفع عشقها للانحناء أمامه، وفي ذلك قوتها التي لا تقارع.
ويعد ابن عربي من المتصوفة الذين قاموا بتأصيل الفكر الصوفي الذي يقوم على فكرة أن الحب هو أساس المعرفة والوجود، كما يقودنا الحديث عن علاقة الأنا بالآخر، أي هنا يحدثنا عن الذكورة والأنوثة. وبالتالي فالبحث في عمق فكر ابن عربي سيجد أن المرأة تحضر كرمز صوفي من خلال تيمة الحب ومقولته. وقد ميز ابن عربي بين ثلاثة أنواع من الحب، فقال الحب على ثلاث مراتب: حب طبيعي، وحب العوام، وغايته الاتحاد في الروح الحيواني، فتكون روح كل منهما روح لصاحبه عن طريق الالتذاذ وإثارة الشهوة، وحب روحاني نفسي وغايته الشبه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره. وعلى المرأة أيضا في قول مقصور عن لسان السنائي يقول: امرأة صالحة خير من ألف رجل سوء. وحين نقارن بين الصورة الأنثى في الثقافة الكهنوتية التي رسخت فكرة فكرة أن الأنثى شيطان وفخ نصبته الطبيعة للرجل، في حين أن المرأة عند المتصوفة هي منبع الخلق، فلقد كان ابن الرومي يصور المرأة على أنها شعاع النور الإلهي. إنه إذن بيان لقيمة المرأة بعيدا عن عوائق المنظومة الفحولية وذكورية العرف الاجتماعي. الآن سأحاول أن أتحدث قليلا عن ملامح التصوف عند رابعة العدوية. بداية تكن رابعة العدوية بأم الخير، ولها مقولات كثيرة تضمنتها كتب تاريخ التصوف الإسلامي، منها أنها سئلت يوما ما أقرب ما يقرب به العبد إلى ربه، فبكت وقالت: مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما يقرب الحب به إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غيره. رابعة العدوية كانت مشهورة بالعبادة والزهد، ولم يكن التصوف آنذاك معروفا باسمه ولا بذاته المعروفة الآن. واستطاعت الخروج من عباءة المجتمع الذي قيدت فيه، وصنعت لنفسها أقول دورها الخاص، واختارت لنفسها سبيلا آخر وهو التواصل المباشر مع الله من خلال التجربة الفردية الخالصة والبعيدة عن حراس التقليد الإسلامي الرسمي والمؤسسات القائمة على الشأن الديني التي يمثلها التصوف، الذي كان أكثر إقبالا على حضور المرأة داخلا. فعاد رابعة العدوية كما تسمى شهيدة العشق الإلهي، من أوائل المتصوفة في تاريخ الصوفية الإسلامية، وقد وصلت بفعل التقرب إلى الله لدرجات عالية من الروحانية، فسخرت حياتها كلها لحب الله. وقد استطاعت من خلال تجربتها في الكتابة الصوفية التأسيس لمفاهيم جديدة تتعلق بالمرأة والأنوثة، إذ قدمت مجموعة من القيم المتسامية وحاولت كسر الصمت الأنثوي بالغوص في الفكر الصوفي وتشكيل رؤيتها الصوفية المختلفة عن الثقافة الكهنوتية. أحاول أن أختصر نظرا لضيق الوقت وأقول: تعد رابعة العدوية أشهر متصوفة كتبت الشعر الصوفي، وتم توصيفها في العديد من المقصورات بأنها كانت آية للمبصر وغاية لم تقصر، سبقت فحول الرجال وبسقت عند حلول الأجال، وأغرمت بحب السهر وختمت بالخير سعادتها. مثلت الكتاب الشعري عندها فراديس البوح التي عكست ذات أنثوية عاشقة لمعبودها وتراتيلها وتحولاتها، كما شكلت أيضا محرابا للذات الأنثى، حيث
قدمت تفاصيلا عن العالم الصوفي حيث بكارة الهواء وعذرية الطبيعة بعيدا عن دمامة الواقع، وبالتالي كانت رابعة العدوية على غرار النساء في هذا النمط التدني مجالا رحبا لتثبت ذاتها وتتحرر من الدور التقليدي الذي فرض عليها، حيث اتسم الفقه في العصر الوسيط بإعطاء صورة للمرأة متراجعة عن المكانة التي جاء بها الإسلام، فعدت وعلى إثر ذلك اختارت المرأة سبيلا آخر وهو التواصل المباشر مع الله. وقد استطاعت رابعة العدوية من خلال رحلاتها الروحية الالتحام مع الذات وعقدت تصالحا مع الكون، فوجدت لذاتها مرتعا متسامحا مارست معها القبول. تحية عطرة لرئيسة الجلسة ولكل الحاضرين، شكرا لكم على حسن الاستماع.